أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من أضواء على الأحداث. وأضواء اليوم نسلطها على المواضيع التالية: الصين والغرب، صراع نفوذ. إخوان الأردن وفاتورة مقاطعة الانتخابات. شريان الحياة الخامسة والإبحار إلى غزة. أعلنت الحكومة الصينية أن تعويم عملتها اليوان قد يتسبب بكارثة عالمية، مرجعة هذا الأمر إلى أن الشركات الصينية لا تحقق هامش ربح كبير إذا طبق ذلك، وذلك وسط مطالب دولية بتعويم العملة الصينية. ونقلت شبكة الأخبار الأمريكية CNN عن رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو قوله إن تعويم العملة الصينية قد يتسبب بكارثة عالمية، وذلك ردا على مطالبات دولية وأمريكية لبكين بضرورة تعويم عملتها. ويرى خبراء أن الزيادة الكبيرة في صرف سعر اليوان الصيني التي يطالب بها الكثيرون من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بإلحاح ستؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح كثيف للعمال في الصين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. دخل عملاق الاقتصاد بالعالم في حرب عملات تتضح معالمها يوما بعد آخر، حيث تضغط الولايات المتحدة على الصين لتعويم عملتها حتى يرتفع سعر صرفها أمام العملات الأخرى، بما يجعل المنتج الأمريكي في النهاية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. والولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، فيما تحتل الصين المركز الثاني، إلا أن الأمريكيين يقولون بأن الحكومة الصينية تتدخل لإبقاء سعر صرف عملتها دون المستويات الطبيعية، بما يجعل المنتجات الصينية أكثر قدرة على المنافسة والرواج في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الأمريكيين للتهديد بفرض رسوم على الواردات الصينية التي تغرق السوق الأمريكي حاليا كغيره من أسواق العالم. ويعتقد المسؤولون الاقتصاديون الأمريكيون أن اليوان الصيني مقوم بأقل من سعر صرفه الطبيعي أمام العملات الأخرى بنسبة تتراوح بين 25% و40%، لكن الولايات المتحدة نفسها تعتزم التدخل لخفض سعر صرف الدولار، كما تعتزم اليابان أيضا التدخل للسبب ذاته، وذلك من خلال مجموعة من إجراءات التيسير النقدي التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ويظل التوتر بين الصين وأمريكا قائما ما دام كل من الطرفين يسعى جاهدا لتحقيق مصالحه الاقتصادية في العالم والتي لا تلتقي بضرورة الحال مع الآخر. لمناقشة هذا الموضوع أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والباحث في الشؤون المالية الدكتور محمد حيدر والكاتب والمحلل السياسي السنوسي بسيكري. دكتور حيدر، إذا سمحت لي أن أبدأ معك، هل هذه الأسباب التي ساقها الأمريكيون والأوروبيون لطلباتهم برفع سعر العملة الصينية لإنعاش الاقتصاد العالمي، هل هي الأسباب الحقيقية وهل لها فعلا الوجاهة لدفع الحكومة الصينية على ذلك؟ يعني قد يكون هناك بعض الملامح التي يمكن أن يستفيد منها النظام الأمريكي أو في توجهه للضغط على الصين، لكن هذا لا يعني أنه للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الحق في التدخل في أي سياسة اقتصادية يمكن أن تتبعها دولة، كما لا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل أي دولة في استراتيجيتها المالية أو سياسة البنك المركزي أو سياسة الفوائد على سندات الخزينة أو على الحسابات الجارية والحسابات طويلة الأمد. ف
فبالتالي يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة أن تلعب لعبة يعني خطيرة جدا، كما فعلت بأيام فترة النمو الآسيوية كما نتذكر، عندما كانت ماليزيا وأندونيسيا وبعض الدول الأخرى هي من الدول الصناعية الريادية، حيث استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من مقدرات هذه الدول، وبعدما انتهت منها دمرتها وانتهت إلى ما انتهت إليه حاليا. الصين لن تسمح بأن تعاد أو تعيد الولايات المتحدة الأمريكية تجربة النمور الآسيوية معها، فبالتالي هي في موقع قوي يمكنها أن ترفض هذا التوجه الذي تحاول من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على اليوان الصيني مستعينة بالدول الأوروبية. لذلك نلاحظ أن المشروع الآخر أو المشروع الجديد والذي يتخوف منه أو تتخوف منه الدول الأوروبية هو بداية دخول الصين إلى الدول الأوروبية، وذلك من خلال الدول الضعيفة أو ذات الاقتصاد الهش مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول. سنتطرق لهذا، لكن سيد بسيكري، هل من الناحية الاقتصادية يعني هل يمكن للصين أن تبقى هكذا هي التي تتحكم بسعر صرف عملتها المحلية، مما يجعل فعلا من ناحية اقتصادية يعني على الأقل من الناحية النظرية بأن منتجات الآخرين أقل منافسة أمام منتجات الصين التي تباع بعملة أقل قيمة من قيمتها في السوق؟ وجهة نظر الصين فيها بعض المنطقية. الضغوط الأمريكية والأوروبية قائمة على معطيات تقول الصين بأنها ليست مسؤولة عنها. المعاناة التي يعانيها الاقتصاد الغربي بشكل عام الأمريكي والأوروبي ارتبطت أساسا بسياسات وقرارات وممارسات خاطئة في داخل المنظومة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، هي التي أوصلت الاقتصادات الأمريكية والأوروبية إلى ما آلت إليه من أزمة. يعني الصين ليست مسؤولة عن الأزمة عن أي ولذلك نعم طرف لها في الأزمة المالية. الضغوط الأمريكية ناشئة من مسألة حيوية جدا، من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في أمريكا لا يمكن أن تحل إلا بخيار أساسي هو الذي يشكل بنية الاقتصاد الأمريكي، وهو ماذا؟ الاعتماد على الطلب المحلي. الاقتصاد الأمريكي يشكل عامل بند التجارة الخارجية نسبة محدودة جدا لا تزيد عن 20% في أفضل التقديرات، بينما 80% من الناتج القومي الأمريكي قائم على الاقتصاد المحلي. هذا الاقتصاد المحلي، هذا الطلب المحلي يواجه مشكلة أساسية باعتبار أن المستهلك الأمريكي مغرق بديون، وهو الآن يعطي أولوية لسداد ديونه على الإنفاق على السلع والخدمات، وبالتالي رأت الحكومة الأمريكية أنها محتاجة أن تخرج من هذه الديليما الأزمة من خلال الضغط على الصين التي تحقق أو يحقق اقتصادها فائض تجاري ضخم بالنسبة لأمريكا، تضغط عليها من أجل أن توازن هذا الاختلال. فلهذا الاستراتيجية الأمريكية قائمة على خطأ كبير، أنها حملت الصين مسؤولية أزمة ليست أزمتها، هي أزمة اقتصاد أمريكي جاءت ونشأت وتطورت لأسباب وقرارات وممارسات أمريكية. طيب، ولكن أساسية. وجهة نظر الأمريكيين، الأمريكيون يقولون أن سعر صرف العملة الصينية هو أقل ب 20 إلى 40% من قيمته الحقيقية. هذه حقيقة موجودة. نعم، الصين سيستمها نظامها يختلف عن النظام الغربي، هي لا تريد أن تعوم عملتها. المفترض كما تقول قانونا باعتبار أنها شريك أصلا في المنظومة الاقتصادية الدولية، منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي وغيرها، فهي ملزمة بأن تلتزم بالقواعد الدولية لتنظم الاقتصاد الدولي، لكنها طورت استراتيجية في الدفاع عن نفسها من خلال القول بأن الإشكال عند صانع القرار الأمريكي، الإشكال في منظومة القوانين التي تنظم السياسة المالية عند أمريكا وعند أوروبا، فإذا تطالب أولا، هذه استراتيجية الصينية في الرد على الهجوم الغربي الأمريكي الأوروبي، تطالب بأن يبدأ الأوروبيين أولا بإعادة صياغة السياسة المالية، ثم بعد ذلك يطالبون الآخرين بالتعديل. وبالمناسبة صندوق النقد الدولي في هذه الجزئية يدعم وجهة نظر الصين. طيب، هل يمكن لما أطلق عليه يعني في الأيام القليلة الماضية حرب العملات أن فعلا يتطور ويتوصل إلى ما طبعا رئيس الوزراء والمسؤولون الصينيون تخوفوا منه، من يؤدي إلى كارثة عالمية حقيقية؟
شوف الإعلام يعني أحيانا يضخم بعض المسائل، يعني التصريح مسؤول أو تصريح سياسي أو إلى آخره يمكن أن يحمل على محمل يعني أكثر من حجمه الطبيعي. لن تتأثر يعني الصين بأي قرار يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، ولا حتى الضغوطات التي يمكن أن تمارسها عليها الدول الأوروبية مهما حصل. قيمة الاقتصاد الصيني عالميا يعني هو بمكانة لا يسمح لهذه الدول أن تشكل عليها خطر أو أي ضغط. لأن الاقتصاد الصيني اقتصاد قوي، تتمتع الصين بقدرات مالية تفوق قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ما تحتويه من المخزون الاحتياطي من العملات الأجنبية. تخزن الصين حوالي ربع الاحتياط العالمي من العملات الأجنبية في خزيناتها، وتستثمر حوالي خمس هذه العملات في سندات خزينة أمريكية. هناك حوالي 500 بليون دولار تستخدمه الصين أو اشترت به سندات خزينة أمريكية. هناك تقديرات تقول بأنها اشترت بتريليون دولار. نعم، يعني هناك أرقام متفاوتة، لأن سندات الخزينة هي تتراوح مدتها بين سندات قصيرة وطويلة الأمد ومتوسطة الأجل. لكن النقطة الأخرى أيضا، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتج بأن قيمة اليوان الصيني هو أقل مما هو يعني أكثر مما هو عليه، وهو نعم، ف قيمة الدولار الأمريكي هو أعلى مما تستحقه الآن، يعني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المالية التي سببتها الولايات المتحدة الأمريكية. أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على قيمة الدولار أعلى مما يستحقه في الوقت الراهن. الدولار الأمريكي إذا جئنا يعني أو إذا استخدمت معايير اقتصادية حقيقية ومعادلات حقيقية يساوي ليس أكثر من 60% أو 70% من قيمتها الحالية، فبالتالي هو يعاني من مشكلة. إذا كانت هناك مشكلة عند الصين فهو يعاني من مشكلة يعني أكثر جدية مما يعاني منه الاقتصاد الصيني. طيب سيد بسكري، أنت أشرت بأن الصين دخلت اللعبة الاقتصادية والسوق العالمية، ويجب أن تحترم أو تلتزم بقواعد هذه اللعبة، ولكن الانتقادات الموجهة إليها بأن الحزب الشيوعي يعتمد في النمو الاقتصادي السريع على سيطرة الدولة على المصارف والتحكم الداخلي بسعر صرف العملة، مما يجعل أوروبا تشعر بأن حتى استقرارها الاقتصادي مرتبط بالصين. يعني مجموعة نقاط هي مع بعضها يعني في إجابة إلى ردك وتعليق على يعني وجهة نظر الدكتور، وأنا أخالفها في جزئية مهمة. أن الغرب داخل على يعني معركة كسر عظم، باعتبار أن الأزمة خانقة، وكل التقارير أنا طلعت على الفاينانشال تايمز بالأمس واليوم، يعني فعلا الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الغرب وأمريكا تحديدا وبعض دول أوروبا أنها ليست أزمة انتقالية، بل من المتوقع أن تستمر لسنوات ليست بالقصيرة، خصوصا أمام مؤشرات ازدياد البطالة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على الإنفاق مزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد بسبب طبيعة هذه الأزمة. فإذا معركة كسر عظم. في تقديري أن الأوروبيون والأمريكان إن تحالفوا فيمكن أن يمارسوا سياسة حمائية، بمعنى أنهم يمكن أن يفرضوا على البضائع اختراقا لاتفاقية التجارة الدولية على البضائع الصينية قيود كبيرة يمكن أن تحرج الصين. إشكال الصين في هذه الحالة لو فرضت هذه القيود الحمائية ماذا؟ أنها يمكن أن تدخل في أزمة عظيمة باعتبار مشروع قانون تبع الكونغرس الأمريكي. لو انتبعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسة، فستكون سياسة القضاء على ما تبقى من اقتصادها الحالي. لأن المشكلة في الاقتصاد العالمي وهو الاقتصاد الرأسمالي هو مشكلة هيكلية، وهو ليست بمشكلة عند الاقتصاد الصيني بحد ذاته، هو عنصر مساعد صحيح لحل المشكل، ولكن بشروط. يظل الميزة الفارقة فيما يتعلق بالصين أنها تملك فائض تجاري ضخم في الصادرات، لكن الصين يا أخواننا بمقياس على سبيل المثال متوسط دخل الفرد الصيني أقل من نظيره في اليونان.
التي تأتي في الترتيب الثامن في الاقتصادات الأوروبية. نعم جاراتها الأسيوية هناك مشاكل بنيوية أساسية. لو أثر الغرب بالسياسة الحمائية في الدخل الصيني القائم على الصادرات فيمكن أن تدخل الصين في حيص بيص يجعلها تعيد النظر في سياستها فيما يتعلق بمطالب الغرب أمريكا والصين فيما يتعلق بتخفيض الإيوان. ففي تقديري هو حل قابل للتنفيذ في حال شعر الغرب بأنهم يواجهون أزمة كبيرة في تقديرهم أن الصين تلعب. الغرب هو في أزمة حقيقية. الغرب يعني يواجه هذه الأزمة وهو يحاول الخروج من هذه الأزمة بخسائر أقل ما يمكن أن تقدر بالنسبة إليه. وأنا في تقديري كسر عظم باعتبار زي ما قلت ما عندهمش خيار آخر. يعني قد يكون هناك مسألة كسر عظم، لكن إذا أولا إذا لم يعمد المشرع الأوروبي والمشرع الأمريكي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد على بنى وهذا هو المطلب الصيني في أساسية جديدة تختلف عن البنى القديمة. صحيح. يكون هناك عملية ضبط في الأسواق المالية. صحيح. وسيطرة على الأسواق المالية وعدم استمرار البنوك بالسيطرة على المصارف والمقدرات المالية. يتجه الاقتصاد الأوروبي في المرحلة الراهنة إلى ما وصل إليه الاقتصاد الصيني من تماسك، الأمر الذي جعل من هذه الحكومات تخفض من النفقات في الوقت الحالي والانتهاء أو محاولة التخلص من دولة الرفاهية لأنها لن تستطيع الاستمرار في دولة الرفاهية. اسمح لي بس أنهي من النقطة هاي. في الوقت الحالي لن تستطيع هذه الدول بالاستمرار في دولة الرفاهية، إذن يجب أن تفتش عن بديل آخر. البديل الآخر لن يكون إلا بمساعدة الصين. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تبدأ هذا المشروع مع الصين أن تحصل مكاسب أكثر من الصين قبل أن تدخل الصين بشروط معجزة أو معجزة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يكون لها اليد الطولة في المسألة هذه. لذلك يحاول الأمريكيون والأوروبيون من الضغط يعني بقدر الإمكان على الصين لمحاولة التخلي عن بعض يعني التساؤل الآن دكتور محمد، هل تستطيع فعلا الصين الصمود أمام هذه الضغوط؟ وهناك مشروع قرار تبناه الكونغرس الأمريكي بفرض ضرائب على البضائع الصينية مما يجعلها ربما أغلى من البضائع الأمريكية، وهناك الكثير من المحللين ممن يرى بأن الصين تعتمد اعتماد كلي على السوق الأوروبي والأمريكي، فيما إذا حصل أي اضطراب في هذين السوقين ستتأثر الصين وستغلق آلاف المصانع الصينية. نعم. وتسبب بكارثة اقتصادية على الصين. الصين لن تدخل في معركة كسر عظم في السوق، هي جزء أساسي في الاقتصاد العالمي الآن، فبالتالي ليس من صالح الصين أن تنهار هذه الأسواق. فبالتالي هي بدأت تخطو خطوة إيجابية باتجاه أوروبا كما خطط اليابان في عدد من السنوات القديمة الماضية في فترة الستينات والسبعينات باستخدام عدد كبير من المصانع خاصة مصانع السيارات والإلكترونيات إلى هذه البلدان لتنمية هذا الاقتصاد المحلي. فبالتالي تحاول، وهذا ما تتخوف منه هذه الدول. فبالتالي إذا بدأت الصين بهذه المراحل بضخ كميات كبيرة من النقد المتوافر لديها في اقتصاد يحتاج إلى هذه السيولة، فلن يكون هناك ممانعة لأنه يقوم بعملية إنقاذ لهذه الأسواق. فبالتالي يصبح من الصعب على هذه الدول عدم قبول هذه المغريات بالنسبة للصين. أنت بحاجة إلى الأموال، هذه الدولة في عندها عجز. لنأخذ في على سبيل المثال اليونان، هي في حالة عجز لا يمكن أن تغطيه في 10 سنوات كما وعدت الدول الأوروبية أنها ستحاول أن تخفف من هذا العبء وتحاول أن تسدد هذه الفاتورة الكبيرة، الالتزامات الكبيرة. إذا أتت الصين إلى اليونان وقالت للصين أنا عندي عدد من المشاريع الضخمة وبالتالي أنا أساهم في إعادة هيكلة هذا الاقتصاد وتحسين القدرات الاقتصادية وخفض العاطلين عن العمل وضخ كمية كبيرة من السيولة وإعادة تشغيل الاقتصاد، هل بإمكان اليونان أن ترفض هذا الطلب؟ لم ترفض هذا الطلب يعني. أكيد. الآن هذا يطرح فعلا ما سمي بين قوسين حرب العملات، وإن خفت قليلا خاصة أن رئيس الوزراء الصيني قال بأنهم فعلا سيعملوا على سعر متوازن لليوان خلال الأشهر القادمة ولكن بشكل تدريجي. التساؤل الآن هو على النفوذ العالمي للصين خاصة بعد تبين بأنها أصبحت يعني شبه محرك لهذا الاقتصاد، كيف سينعكس هذا النفوذ الاقتصادي سياسيا؟ نفوذ اقتصادي للصين نعم على بشكل عام. نعم بشكل عام سياسيا هو هذا المخطط الصيني، الاستراتيجية الصينية كانت خلال 10 سنوات الماضية متركزة على
على الانفتاح والاستفادة من اقتصاد السوق أحدثت يعني نوع من التغيير في سياساتها بشكل واضح اللي تعظم من نفوذها الاقتصادي ومن ثم السياسي. ولذلك هي وصلت إلى أدغال أفريقيا، وهي الآن المستثمر الثاني عالميا في العديد من الدول الأفريقية. هي الآن تنافس اليابان في نفوذها الاقتصادي في آسيا. وهي كما تعرف وكما تحدثنا الآن فائضها التجاري رهيب جدا بالنسبة لعلاقاتها مع يعني وحتى في السودان حوالي 200 مليار في ظل نوم أطراف أخرى. الإشكال أو غفلة أطراف أخرى أمام اليقظة الأمريكية والأوروبية إلى هذه المسألة، وكما قلت دخولهم في مواجهة مباشرة سماها دومينيكو حرب العملات لأنه يعلم بأن الأمور فعلا جدية وتراجع عن ذلك بسبب الضغوط. بالتالي في تقديري ليس أمام الصين أمام هذه المواجهات إلا أن تتراجع جزئيا، تحافظ على مكاسب مهمة جدا، أنها لن تخضع إلى تخفيض قيمة عملتها بدرجة كبيرة جدا تتسبب في الضرر الكبير لاقتصادها، لكنها في تقديري أنها في المدى المتوسط ستنظر في إعادة هيكل اقتصادها بشكل عام بحيث لا يكون الاعتماد أساسا على الصادرات بل جزئيا على تعظيم الطلب المحلي. في تقديري أن هناك اتجاهات من قبل الصين لتغيير سياستها الاقتصادية أنها ستتجه إلى الإنفاق، مزيد من الإنفاق على الاقتصاد المحلي من أجل تحريك وتنشيط الطلب المحلي ليكون هو الرافد الأساسي لنمو متوازي الاقتصاد الصيني. إن لم تفعل هذا في تقديري أن الصين نفسها بعد عقد من الزمان يمكن أن تواجه أزمة كبيرة جدا لسبب بسيط، أن مؤشرات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ليست إلى تلاشي. إن ضعفت الاقتصادات الغربية والأمريكية يعني هذا أن الصين ستضعف باعتبار أن التبادل التجاري أو أن اقتصادها قائم على هذا الريع، فبالتالي يمكن أن تواجه الصين بسبب أزمة العالم أزمة في حد ذاتها، فهي محتاجة إلى أن تحدث هذا التوازن البنيوي في اقتصادها لكي تعظم من نفوذها الاقتصادي ومن ثم السياسي. إن لم تفعل هذا ففي تقديري أن عمر الصين كقوة نافذة لن يكون طويل. دكتور محمد، لكن يعني لا تعتمد الصين يعني بحد ذاتها في قدراتها الاقتصادية وفي مقدراتها وتطورها الصناعي والاقتصادي على فقط الأسواق الأوروبية لأنها أسواق أوروبية، تعتمد الصين أيضا على أسواق على أمريكا اللاتينية، التجارة واستثمار على اقتصاد الدول الفقيرة أيضا. هناك عندك أمريكا الجنوبية بأكملها تستفيد منها، هناك دول آسيا حتى الاتحاد السوفيتي إضافة إلى الدول الأوروبية والسوق الأمريكية. إذن هي لا تعتمد، هي يعني عندها نوع من التناسق والتوازن في توزيع الأسواق. عندها 300 مليون تحت خط الفقر. قد يكون نعم هذا. عندها نقص شديد في الخدمات الصحية في التعليم. قد يكون هذا الأمر نعم صحيح، ذلك يعني لعظم الكثافة السكانية الموجودة في الصين. ما فيهاش تركيز. قد يكون، لكن هذا الأمر يعني ليس في اختلال واضح على دولة ضخمة يعني عندها ربع سكان العالم. صحيح. أن تدير هذه يعني هذه الملفات بسهولة جدا كما يمكن إدارتها في دولة فيها 17 مليون أو 20 مليون أو 150 مليون. يعني هذه أمور يعني ليست من السهل لتصل إلى ما وصلت إليه الصين في هذه المرحلة، هو إنجاز اقتصادي قد يشكل نموذج اقتصادي يعني يمكن الاعتماد عليه لمستقبل قريب من قبل عدد من الدول الأخرى. هل يمكن أن يستفيد منه العرب؟ صحيح. يعني إذا كان في الإيكونومست تحت ما هو المانع من هذا الأمر في الإيكونومست تحليل من أن الهند يمكن خلال عقد من الزمان أن تسبق الصين باعتبار أن نموها الاقتصادي متوازن، أن ديمقراطيتها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منفتحة. ولكن شوف فيمكن أنا أن تؤهل الصين. أخلفك الرأي في مسألة الديمقراطية. باختصار نختم الديمقراطية. أنا أقول لك رأي الديمقراطية في الدول. الديمقراطية في الدول الأوروبية أدت إلى ما أدت إليه الأزمة الاقتصادية العالمية في هذا الآن. توازن في هناك سيطرة. هناك سيطرة أفضل من النموذج الغربي. هناك سيطرة من القطاع الخاص يعني تجاريا واقتصاديا
على الديمقراطية السياسية الموجودة في الدول الأوروبية. الحديث عن النموذج الهندي الآن يأخذ صيغة مختلفة بأنها متميزة عن الديمقراطية الغربية. لا يمكن مقارنة اقتصاد الهند باقتصاد السوق العالمي التي تسيطر عليه الصين في المرحلة الراهنة. قد يكون نموذج ولكن لا يمكن مبالغة في غير محلها. الصين مسيطرة على كل الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد ودي قضية التساؤل هو أين الاقتصاد العربي من ذلك التزاحم على الاقتصاد العالمي. لعبة كبيرة جدا. الكاتب والمحلل السياسي سنوس بسيكري والكاتب والباحث في الشؤون المالية الدكتور محمد حيدر، شكرا جزيلا لكما. فاصل إخباري قصير أعزائي المشاهدين، نتابع بعده أضواء على الأحداث، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى موضوعنا الثاني في الأردن، حيث أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني حمزة منصور أكد أن المكتب التنفيذي للحزب سيبحث الثلاثاء التجاوزات والمخالفات التي تتعلق بالعملية الانتخابية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يخالفون قرار الحزب بالمقاطعة. وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت أمس عن بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية التي ستجري في 9 من شهر تشرين 2 نوفمبر المقبل، حيث سينتخب الأردنيون 120 عضوا لمجلس النواب الأردني. للوقوف على أبعاد مقاطعة الإخوان للانتخابات، أرحب برئيس الدائرة السياسية لجبهة العمل الإسلامي في الأردن السيد زكي بن رشيد وهو معنا من عمان. سيد زكي، أنتم قاطعتم الانتخابات النيابية في الأردن وعقدتم مع الحكومة الأردنية مؤخرا لقاءات لبحث الشروط التي طالبتم بها من أجل الدخول أو تغيير قراركم والعدول عنه، هل الوقت الآن يعني بات خلص منتهيا لتغيير هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولجميع المشاهدين الكرام. نعم، بالنسبة لموضوع المقاطعة، المقاطعة هو ليس قرارا حزبيا أو استثنائيا أو على وضع سياسي غير مريح. المقاطعة هي حالة مجتمعية سياسية صنعتها السياسات الحكومية المتعاقبة والتشريعات وفي مقدمتها قانون الانتخابات المؤقت الذي قدمته الحكومة الحالية. وأما القوى المقاطعة وهي قوة وطنية معتبرة
هي التي اتخذت قرار المقاطعة، أما الحالة فقد صنعتها سياسات الحكومة. في موضوع الحوار مع الحكومة، الحكومة بدأ الحوار معها متأخرا بعد أن أقرت قانون الانتخابات، وبعد أن أعلنت كل الترتيبات، وبعد أن قدمت موعدا لا يناسب المجتمع الأردني ولا الطبيعة الأردنية في إجراء الانتخابات، حيث أنها أعلنت 9 من تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات، وهذا الموعد بالنسبة للأردن يعني شيء كثير، لأنه موعد أو ذكرى تفجيرات الفنادق يوم أن استهدف الأردن بأعمال إرهابية، وعليه فلا يعقل أن يؤتى بعرف ديمقراطي أو هكذا يوصف، ويتم اختيار يوم مأتم ليتوافق مع هذا الموعد. بالمجمل كانت طلبات الحركة الإسلامية طلبات وطنية بامتياز، لم تتقدم الحركة الإسلامية بأي مطلب خاص، وإنما تقدمت تحت عنوان الإصلاح السياسي الشامل الذي يستوجب وجود إرادة سياسية لإجراء هذا الإصلاح. وفي مقدمة هذا الإصلاح وفي عنوانه قانون انتخابات عادل عصري ديمقراطي ينافس إرادة المجتمع والشعب الأردني. وعندما أغلقت الحكومة أي استجابة لهذا الطلب يمكن الحديث عن أن الحوارات توقفت أو أنها لم تؤدي نتائجها، وإن كان هنالك حرص أو رغبة من الطرفين على استمرار الحوار، ربما في محطات قادمة نحتاج إلى إعادة تشكيل وصياغة الحياة السياسية الأردنية. أشرك معي، ابقى معي سيد بن رشيد، أشرك معنا في هذا النقاش أيضا السيد الدكتور هشام بستاني الكاتب والناشط السياسي الأردني معنا من عمان. دكتور بستاني، هذه المقاطعة لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني وأيضا بعض أحزاب الأردنية المعارضة، كيف تنظر إليها وكيف ستؤثر على المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات؟ مساء الخير. اولا حتى اكون واضح، انا في البدايه انا مع خيار الانتخابات بالمطلق، واعتقد انه يعني العمليه الانتخابيه في الاردن يعني هي عمليه ذات طابع ديكوري اكثر من انها ذات طابع ديمقراطي حقيقي. المشكله اللي انا ساتطرق اليها هي ان الاحزاب المعارضه المقاطعه وغير المقاطعه من احزاب المعارضه في الاردن تحولت مع مرور الوقت الى جزء من معادله السلطه السياسيه في الأردن. خيار المعارضة الذي اتخذته هذه الأحزاب برأيي جاء متأخرا كثيرا. احنا من عام 1999 وهو العام الذي انهار فيه الدينار الأردني نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي وغيره، مما أدى إلى ما يسمى في الأردن هبة نيسان اللي هي ناتجة عن يعني إلى أثار الاقتصادية المباشرة على المجتمع. بدأت السلطة السياسية بالتعارض مع أحزاب المعارضة بصيغة الاحتواء، طرحت الميثاق الوطني الأردني بدلا من إجراء تعديلات دستورية، وافقت الأحزاب السياسية على هذا الأمر. فيما بعد بال 96 صار عندنا أحداث الخبز اللي هي نتيجة أيضا ارتفاع في أسعار الخبز، وظلت الأحزاب السياسية شريكة في ما يسمى عملية ديمقراطية. يعني أنت ترى دكتور هشام بأنه ليست هناك أي منجزات اقتصادية واجتماعية وسياسية للأحزاب التي دخلت في المرحلة ما يسمى بالمرحلة الديمقراطية؟ نعم، هناك على العكس من ذلك، هناك انهيار. يعني قانون الاشتراك العام الذي كان سابقا افضل منه الان، قانون الانتخابات الذي كان في 89 افضل منه الان، وهكذا هناك انهيار شامل. وانا ارى ان الاحزاب السياسيه المعارضه تحديدا لم تقم بدورها الحقيقي، وانما ان يعني انسجمت ودخلت مع الألعاب أو الخدع التي كانت تقدمها السلطة السياسية كديكور ديمقراطي، وبالتالي أفرغت من مضمونها ولم تستطع أن يعني أن تقدم شيء للناس. اسمح لي أن أسمع رد السيد بن رشيد. سيد زكي، سمعت هذا الكلام، وأيضا بعض المحللين يرى بأنه ليس فقط نتحدث عن حزب جبهة العمل الإسلامي، ولكن بعض الأحزاب المعارضة الأخرى تم فعلا كما يقول الدكتور هشام احتوائها من قبل السلطة في الأردن وتحويلها إلى ديكورات، والمرحلة الديمقراطية لم تتقدم وإنما تأخرت. لكن إذا سلمنا بهذه الفرضية لا يعني ذلك أن الحكومة أو السلطة قادرة أو استطاعت أن تستوعب جميع القوى الوطنية في لعبتها السياسية. قرار المقاطعة الأخير هو أكبر شاهد على أن هنالك قوى وطنية أردنية تجري مراجعات شاملة وحقيقية في جدول المشاركة الشكلية الديكورية. عنوان المرحلة القادمة ضرورة المشاركة أو الشراكة في صناعة القرار السياسي،
وليس حضورا ديكوريا او شكليا. طب باختصار ما هو اكبر منجز سيد بن رشيد خلال المرحله الطويله التي تمت فيها المشاركه في الانتخابات الاردنيه من 89 الى الان، ما هو اكبر منجز برايك؟ في جلب حسابات سريعه جدا وصلنا الى قناعه ان استمرار المشاركه السياسيه ضمن القواعد التي اسستها وفرضتها واعتمدتها الحكومه لا جدوى منه، وبالتالي هذه القناعة التي توصلنا لهذا الاتفاق مع بعض الشركاء الوطنيين نعم هي التي قادتنا الى قرار المقاطعة وقرار تسببه حالة مجتمعية عامة وشاملة، ونعتقد ان مقاطعتنا هي التي يمكن ان تؤسس المدلاك الاول في الاصلاح السياسي، سواء استجابت هذه الحكومة او يمكن ان تؤسس المسار السياسي الاردني. بالمجمل نعم لابد من وضع قواعد جديدة لا تنتج حالات رمزية وشكلية وديكورية، ولا تنتج ديمقراطيات بالاسم ومفرغة من كل المضمون والجوهر. مقاطعتنا هي مقاطعة جادة وهادفة، ونرجو أن تلتقط الحكومات أو صناع القرار في الأردن هذه الرسالة، وللدخول في مرحلة جديدة عنوانها إصلاح سياسي وطني غير مفروض من الخارج. الأردن له خصوصيات واعتباراته، واهم الخصوصيات ان يكون انتاج الاصلاح السياسي انتاجا وطنيا غير مفروض من قبل الخارج. نعم، دكتور هشام، يعني من زاويه اخرى، اذا كانت هذه المقاطعه لحزب جبهه العمل الاسلامي وبعض الاحزاب الاخرى هي مقاطعه ستحرم ايضا قطاع من الناخب من الشعب الاردني من المشاركه في العمليه الانتخابيه، الا يعود ذلك بالضرر على الناخب الاردني الذي يريد ان يمثل في هذا المجلس ولن يجد الا بعض الاحزاب التي سميتها انت في مقال لك نشر في 27 من اغسطس من هذا العام القوى الانعزاليه التي تلعب على الهويات الاقليميه؟ نعم، على الاطلاق. يعني في هناك جانبين من سؤالك، الجانب الاول ان المشاركه في الانتخابات ستتعرض للانتخابات الداخليه في الاردن، قانون الصوت الواحد يعني نماذج المختلف التي عمل على تفتيت المجتمع الاردني من الداخل الى جهات واقليميات واردني وفلسطيني وعشائر وقبائل وعائلات وهكذا، وصرنا نرى النتائج الكارثيه لهذا الموضوع على يعني من حجم الجرائم والشجارات التي تحدث في الجامعات وفي القرى وفي وحتى داخل المدن، مؤخرا في داخل عمان يعني حدثت اشكاليات من هذا النوع. فقانون الانتخاب نفسه واليات الانتخابات التي طرح المرشحين على انهم ممثلين اجماعات عشائريه واجماعات عائليه واجماعات مناطقيه ستؤدي بالبلاد الى كارثه اجتماعيه كبرى. هذا من جانب، من جانب فيما يتعلق بالقوى الانعزاليه التي تطرح نفسها الان وتحاول ان تحول الصراع من صراع مع العدو الصهيوني وكافه افرازاته من مشروع التوطين وغيره الى مشروع صراع داخلي حول ما يسمى مشروع التوطين، هذا مشكله كبرى على الاخوان في الاحزاب ان يروا ان يعني حلفائهم في برنامج المقاطعه من قوى اجتماعيه صاعده هي تحمل هذا البرنامج، وهذه يعني هي التناقض الذي اظهر على هذه الساحه. الدكتور هشام بستاني الكاتب والناشط السياسي كنت معنا من عمان، شكرا لك. سيد بن رشيد، ختاما، ما هي استراتيجيتكم في المرحلة المقبلة؟ ما هي الأولويات التي ستعملون عليها؟ اسمح لي أن أشير إلى أن الوضع السياسي الراهن في الأردن الآن يسير نحو انسداد أفق سياسي، هنالك أزمة سياسية حقيقية تكبر يوما بعد يوم. هذه الأزمة متمثلة بعدم قدرة الحكومة على عن التراجع على موعد الانتخابات او اجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها من قبلهم، واستمرت الحكومه في اجرائها فان ذلك سينتج مزيدا من التشوهات في الحياه السياسيه الاردنيه، سينتج مجلس نواب بالتاكيد اضعف من المجلس السابق الذي تم حله، والسؤال الان لماذا تم حل مجلس النواب السابق؟ واذا كان هنالك طموح اردني بتطوير الحاله التشريعيه والرقابيه الى حاله احسن فان هذا الهدف محكوم عليه بالفشل منذ هذه اللحظه، وعندئذ ستكون هنالك ازمه مرتبه. هل سنشهد حل مجلس النواب القادم بعد فتره معينه بعد سنه من عمره؟ يعني بالتاكيد ان هذه الانتخابات لن تضف جديدا ايجابيا الى الاردن، وانما ستضيف سمعه سيئه وخاصه بمقاطعه القوى الرئيسيه. لنا ان نتخيل مجلس النواب خاليا من كل الالوان المعارضه. اما برنامج المقاطعه فهنالك ملتقى وطني للمقاطعين من مؤلف من الاحزاب والهيئات
والشخصيات الوطنية والأشارية التي أعلنت موقفها عن المقاطعة. هنالك يبدو أن هناك خلل فني بالصوت. على كل، رئيس الدائرة السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن السيد زكي بن رشيد، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. إلى موضوعنا الثالث، حيث تستعد قافلة شريان الحياة 5 للانطلاق إلى غزة عبر الإبحار من ميناء اللاذقية السوري إلى مدينة العريش المصرية، ومن ثم تتابع الطريق برا إلى رفح ثم إلى غزة. وقال المسؤول التنفيذي للقافلة إن القافلة تنتظر الموافقة المصرية، ويشارك في هذه القافلة ناشطون ومتطوعون أتوا من أكثر من 30 دولة. لمعرفة آخر تفاصيل سير رحلة القافلة معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هذه القافلة الزميل زاهر براوي. زاهر، هل وصلت الموافقة المصرية ومتى ستنطلقون إلى العريش؟ للأسف أخي جمال، لم تصل أي موافقة من الجانب المصري حتى هذه اللحظة، وهذا أمر يثير القلق في نفوس المتضامنين المرافقين لهذه القافلة، ويثير القلق أيضا في صفوف قيادة القافلة، لأن الوعود المصرية حتى الآن لم يتم تنزيلها على أرض الواقع. فقد وعدنا منذ أن تم اللقاء بالسفير وطاقم السفارة في دمشق أن يتم الأمر على وجه السرعة، ولكن منذ ظهيرة يوم الخميس عندما تم توفير كافة البيانات والمعلومات للسفارة حول القافلة والمرافقين والأدوية والمساعدات والسيارات، منذ ذلك الوقت والسفارة تقول لعله يأتي القرار غدا. والمؤسف أن السفارة تقول أنها وسيط بيننا وبين وزارة الخارجية، وأنها ناقلة للأخبار وليست صانعة للقرار. طيب، هل اتصلتم مباشرة بالخارجية المصرية؟ نحن حرصنا ما دامت قد فتحت قناة تواصل عبر السفارة أن نحترم هذه القناة، وخاصة أن الذي ساعد في فتح هذه القناة مع السفارة المصرية في سوريا هي أوساط سياسية سورية مهتمة بتسيير أو بتسهيل أمور القافلة، ولذلك نحن نحترم هذه القناة من التواصل، ولم نرغب أن نقفز إلى التواصل مع وزارة الخارجية مباشرة، وخاصة أن الوعود كانت مطمئنة وكنا نأمل أن تأتي الردود في وقت قصير، لكن الآن ربما يعني هذا التأخر يفتح الباب على كل الاحتمالات بما فيها التواصل مع الخارجية بشكل مباشر، وربما على خيارات أخرى أمام القافلة. نأمل أن يصل الرد ولا نضطر إلى مثل هذه الخيارات. طيب، ونحن أيضا نأمل كذلك، لأن بعض هذه الخيارات أو هذا التأخير بالتأكيد سيعود بالضرر على المواد التي تحملونها وبعض هذه المواد مواد طبية. الآن ما هي المدة يعني من التي يمكن أن تبقوا في الانتظار حتى تنطلق القافلة إلى العريش؟ نحن نفضل أن ننطلق اليوم قبل الغد يا أخ جمال، والحقيقة أن هذا التأخير فعلا كما ذكرت أصبح مزعجا، وخاصة أن كثير من المواد التي نحملها، بل أغلب هذه المواد هي مواد طبية وأدوية وتحتاج إلى درجة حرارة معقولة أقل من 15 ربما، وهذا لا يتوفر في الحافلات عندما تكون في الشمس وفي سيارات وتحت حرارة الشمس العادية. نحن على كل حال اليوم كان بيننا وبين السفارة تواصل، ولمسنا من السفارة أو على الأقل الوسيط أو القنصل الذي يعني يتواصل معنا أن الخارجية مهتمة بتسريح هذه العملية. نحن في الغد ربما نبدأ بتسيير ما تبقى من الحافلات الموجودة في معسكر التجمع الذي نتجمع فيه، ننقلها كما نقلنا بالأمس 40 من الحافلات إلى الميناء، إلى رصيف الميناء، ننقل بقية الحافلات استعدادا لوصول القرار المصري الذي نأمل أن يكون إيجابيا وأن لا يعيدنا إلى المربع رقم 1 في التدقيق على أسماء أو بضاعة أو سيارات. نعم، بالنسبة للترتيبات الأخرى زاهر، هل تم الاتفاق مع السفينة التي ستأخذ هذه البضائع إلى العريش؟ نعم، السفينة تنتظر الإشارة الخضراء للانطلاق من قبلنا، ونحن ننتظر الإشارة من السفارة المصرية. السفينة على بعد 10 ساعات من اللاذقية، وتم الاتفاق مع السفينة وهي جاهزة، بمعنى أننا من قبلنا ومن طرفنا نحن مستعدون في أعلى درجات الجاهزية، حيث أن السيارات جميعها جاهزة والركاب جاهزون والسفينة جاهزة، وننتظر فقط الإذن المصري الذي ما زال يؤخر انطلاق هذه القافلة، والذي كان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة في 10 أكتوبر الشهر الجاري، لكن نحن ما زلنا نأمل من إخواننا في مصر أن لا يؤخرون
أي وقت أطول، وذلك لأن التأخير ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة غزة، ليس في مصلحة مصر أن تبقى الصورة السلبية التي نحرص نحن كقيادة قافلة على أن لا تكون موجودة لدى المتضامنين الدوليين. لا نريد أبدا للصورة المصرية أن تكون صورة الجهة الرافضة للجهود الدولية لكسر الحصار أو المعطلة لقوافل شريان الحياة. هذه الصورة السلبية نريد أن نمحوها من ذاكرة الناس، ونأمل من السلطات المصرية أن تساعدنا على ذلك بتوفير الأجواء المناسبة وتسهيل عمل هذه القافلة ووصولها إلى مبتغاها وهدفها، حيث نوصل الأمانات التي نحملها من الأدوية والمساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة. زاهر، ختاما، أنتم أيضا أطلقتم نداءات وقيادات القافلة إلى الزعماء العرب الذين اجتمعوا السبت والأحد الماضي في سرت الليبية من أجل رفع الحصار عن غزة وتسهيل أيضا دخول القوافل. هل هناك من أي تجاوب رسمي من أي من الدول العربية؟ أقولها بكل أسف أخي جمال أن الدول العربية باستثناء سوريا التي احتضنت القافلة والتي معروفة بمواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لم نجد أي تفاعل حقيقي من الدول على المستوى الرسمي. ونحن طلبنا ليس فقط بكسر الحصار، إن واجب الأمة، القيادات الأمة العربية واجبها أن تنهي الاحتلال وأن تنهي هذا الحصار إلى الأبد، وليس أن تسهل أمور دخول قافلة مساعدات. طلبناهم بأن يكونوا عند وعودهم بكسر الحصار وإعادة بناء ما دمرته الحرب. هذا ما طلبناه وهذا ما يتوقعه المواطن العربي من زعمائه. الناطق الرسمي باسم قافلة شريان الحياة زاهر براوي، شكرا جزيلا لك. ختام أضواء على الأحداث أعزائي المشاهدين، أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.